برلمان حنفي، حنفي الجبالي، اللي بيرد او اللي السيسي بيرد له ثمن خيانته في التفريط في تيران وسنافير، وعينه رئيس للبرلمان. كمان الاعضاء اللي موجودين في البرلمان تشعر وكانهم ممسوك عليهم زله، بيردوا يعني الخدمه اللي قدمها لهم عبد الفتاح السيسي ونظامه بوجودهم داخل البرلمان، خصوصا وان ما فيهمش حد مؤهل انه يبقى عضو في البرلمان. معظمهم اما رجال اعمال مختلسين او بتوع رشاوى او بعض من النظام البائد زي ابو العينين، وبعضهم كمان عليه قضايا، وبعضهم متهم في مشاكل سياسيه، والبعض دفع فلوس زي ما شفنا في فضيحه حزب الغد، وايضا في فضيحه حزب الوفد. بالنهايه مجموعه طراطير تم تصعيدهم عشان يقعدوا على الكراسي في برلمان. الرئيس بتاعه خاين حنفي الجبالي، زي اللوحه المشهوره بتاعت لوحه القرود او برلمان القرود. النهارده خرج 7 تصريحات في الجلسه العامه لمجلس النواب عن حنفي الجبالي، ال7 تصريحات كلهم لا يمسوا المواطن المصري، وما جابوش اي سيره عن مصالح الشعب والمواطن اللي المفروض البرلمان معمول عشان يرعى مصالح المواطن والشعب المصري. لكن الواضح ان البرلمان ده متكيف ومتفبرك كده ومعمول عشان يرعى مصالح عبد الفتاح السيسي فقط. 7 بيانات او 7 حاجات اللي اتكلم فيهم حنفي الجبالي النهارده. اول حاجه كلمنا عن العاصمه الاداريه الجديده، وقال لك انها واحده من اهم انجازات مصر، وهي بمثابه العبور. فاكرين كلمه العبور دي؟ سمعناها قبل كده من الإعلام والنظام لما كان السيسي بيحفر عن ناشف في تفريعة قناة السويس الجديدة، واللي أيضا المواطن ما شافش منها الأبيض ولا أسود. لما تيجي تبص لإيرادات القناة القديمة قبل حفر القناة اللي دينتنا بالعملة الصعبة ودينتنا لكل من هب ودب، والبنوك الخارجية والدول والمعاشات والبنوك الداخلية والأوقاف، وتيجي تبص النهاردة لإيرادات القناتين بقى، القناة الأصلية والتفريعة أو الترعة بتاعتها، هتلاقي القناة لوحدها أكتر أو يمكن قريب من بعض الدخل القديم والدخل الجديد. الموضوع الثاني هو شكر عبد الفتاح السيسي على التنمية. بسلامته حنفي الأبهة قال لك عبد الفتاح السيسي راعي التنمية. لما تيجي تبص على التنمية تاخد الجنيه المصري وتحطه في عين حنفي وتحطه في عين السيسي اللي استلمه السيسي ب6 جنيه والنهارده وصل 16 جنيه. تيجي تكلمني عن التنمية تاخد كده الدين العام وتاخده تحطه في عين عبد الفتاح السيسي وعين حنفي وعين الأعضاء. الدين العام اللي تضاعف في عهد عبد الفتاح السيسي بالإضافة للديون، بقول لك كل يوم بقينا مديونين لكل من هب ودب، ويطلع النهاردة يقول لك السيسي راعي التنمية. طب راعي التنمية من أنه نوع؟ طب فين التنمية؟ ما شفناش حاجة بتتنامى في البلد إلا الدين والظلم والفساد وقصور السيسي ومشاريعه الوهمية، دي الحاجة الوحيدة اللي بتتنامى. أما المواطن، أنا كمواطن، أنت كمواطن، أنت كشعب مصري، حسيت بأثار ونتائج هذه التنمية؟ لا، مفيش الكلام ده. التعليم بايظ، والأمن بايظ، المواصلات بايظة، الصحة مفيش، الديون بتزيد، المرتبات ما بتعلاش، الدعم بيترفع، رغيف العيش بينزل للنص، مش عارف كل حاجة رايحة في داهية. تالت حاجة طبعا بعد ما نشكر السيسي لازم نشكر اللي مدورهم السيسي. السيسي مدور مين؟ مدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللي شفطة ومكوشة على البلد كلها. تقول لي ليه البرلمان بيشكر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؟ معرفش، هي كده من العارف انت من البديهيات في البلد. بعد ما تشكر السيسي تشكر الجيش، ليه؟ ما تعرفش. حنفي ماشي على الخط زي ما هو مرسوم له، اشكر الريس، تمام يا فندم، اشكر القوات المسلحه، حاضر يا فندم، الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه اللي عملت المشاريع البايظه والكباري اللي بتقع والطرق اللي بتبوش مع شويه مطره واللي مكوشه على قوت وارزاق المواطنين واللي بتهد بيوتهم وبتكوش على الاراضي، حاضر يا فندم. وبعد كده قال لك مجلس النواب ملتزم بالحياديه التامه، ودي فعلا معاهم حق، هم على الحياد في كل القضايا،
على الحياد وكأنهم مش موجودين. السيسي يرفع الأسعار هم على الحياد. السيسي يروح يمضي على اتفاقية المبادئ يفرط في نهر النيل هم على الحياد. ياخد الجيش يورطه في ليبيا على الحياد. يرفع الدعم عن المواطن ويرفع الأسعار ويفسد الصحة والتعليم هم على الحياد. أخيرا وفي جملة صغيرة كده اتكلم فيها حنف الأبهة بسلامته عن المواطن المصري، قال لك الضرائب. لما بيجي المواطن في دماغهم أول حاجة بيفكروا فيها هحلب المواطن ده إزاي. أول قرار خده البرلمان ده بعد ما حلف اليمين الغموس قدام السيسي كان رفع الضرائب على المواطن المصري وفرض إتاوة جديدة على التعامل مع كل مؤسسات الدولة، وبين قوسين كده زيادة معاشات الجيش والشرطة. ده بيان النهاردة خارج عن البرلمان اللي المفروض بيعبر عن المواطن وبيعبر عن الشعب المصري، لم يعبر إلا عن عبد الفتاح السيسي، ووصل من العزف المنفرد في التعريض والتطبيل بطلها واحد من الخونة اللي لن ينسى له التاريخ خيانته ومعاونته للسيسي في التفريط في قطعة غالية من أرضنا المصرية وهي تيران وسنافير.